الأهلي والترجي في رحلة البحث عن تذكرة التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا. ده يعني عنوان أو شعار مباراة إياب نصف النهائي بين طبعا الفريقين النادي الأهلي ونادي الترجي التونسي يوم السبت القادم إن شاء الله الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. كل فريق مستعد بكل ما يملك من أسلحة وكل ما يملك من دوافع عشان يوصلوا دي مرحلة النهائي. وده طبعا هنتكلم فيه مع ضيفنا العزيز كابتن محمد حشيش نجم النادي الأهلي السابق اللي منور الدنيا. صباح الفل. صباح الفل زك كريم. يعني اللقاء المرتقب دايما بتاعنا قبل اي ماتش قوي صح كده؟ حظ انا باجي في المباراه بس اللي وش حضرتك بيبقى حلو والله على الاهلي دايما. الحمد لله يا رب. انا هروح بدايه كده من نقطه ان احنا دلوقتي في ماتش العوده واكيد الترجي هيكون عايز يجي يكسب، عايز تمام. يجي يعوض، عايز يجي ينتقم اذا صح التعبير. فاختلف الاراء هنا حول فكره ان لا المباراه اللي جايه دي اسهل بكتير من اللي راحت والفوز اكيد، وناس تقول لك لا بالعكس الترجي جاي واكيد هدفه على المكسب وبس، فهيبذل ما يستطيع من جهد وتركيز وتحضير علشان يكسب، وبالتالي هتكون مباراه اعتقد اصعب. وجهه نظر حضرتك ايه؟ قبل ما هتكلم على المباراه اللي جايه لازم بس اتكلم كلمتين على المباراه اللي فاتت. تمام. أنا في رأيي إن المباراة اللي فاتت دي كانت مباراة تدرس في كل شيء. كيفية التعامل مع مباريات الذهاب على أرض المنافس لأسباب كتيرة جدا. بداية طبعا من وجود مجلس الإدارة، أعتقد غالبية مجلس الإدارة كانوا على رأسهم طبعا كابتن خطيب صحيح. على رأس البعثة، ودي طبعا قلنا قبل كده إنها بتدي رسائل وحافز كبير للعيبة. طبعا نيجي بقى الموسيماني وسيد عبد الحفيظ. اول حاجه واضح قوي انهم عملوا اعداد نفسي قوي جدا للفريق. موسيماني برع في التشكيل والطريقه وتوظيف اللعيبه والمهام الخاصه لكل لعيب. بصراحه كنت قاعده يعني ايه تفتخري انك تنتمي للنادي الاهلي، حاسه ان فرقه تقيله بتلعب. اهم حاجه ان شخصيه النادي الاهلي كمان ظهرت صحيح في المباراه دي. انت عاده حاسه بفخر لما بتتفرجي على، هي المساله مش مكسب، انا لا يعنيني موضوع المكسب، كان ممكن النادي الاهلي اتعادل كنا هنقول نفس الكلام. المباراه تسيدها النادي الاهلي، فرض شخصيته على الخصم في ارضه صحيح. برغم طبعا الاحداث اللي كانت حاصله قبل المباراه مش عايزين نتكلم فيها يعني، انما دي تحس كريم انها اثرت على فريق النادي الاهلي ولا بل بالعكس ده ولا كان في حاجه في تركيز في فصل تماما للاحداث، كان مشهد محترف. النادي الاهلي رجع للكوره الحلوه بتاعته اللي هي بتبدا من حارس المرمى الشناوي مرورا بقى بالديفنس لغايه قدام، بناء هجمات تقل استحواذ صحيح. سيطره خطوره. كمان التغييرات اللي اتعملت الشوط الثاني كانت تغييرات يعني انا بعتبر الماتش ده ايديال بالنسبه لموسيماني. بس حضرتك بتقوله برضه فكره ان انت تسيطر على مجريات الامور في ملعب المنافس في مباراه الذهاب، طبعا ده شيء في منتهى الاهميه بطبيعه الحال، ولكن برضه مش بالضروره ان هو يمنع ريمونتاده المنافس طبعا. يعني زي ما حصل مثلا ما بين الترجي والبوزداد الجزائري طبعا، حول خسارته في مباراه الذهاب الى مكسب في مباراه الاياب. انا عايز اقول لك كريم يعني قبل ما اتكلم على المباراه طبعا اللي جايه، يعني انا عشان كان ليا تجربه احتراف في تونس وعشت في تونس وعارف قيمه الترجي يعني اكبر شعبيه في تونس زي النادي الاهلي طبعا هنا صاحب برضو خبرات وبطولات ولاعيبه على مستوى عالي ومدرب معاهم بقاله فتره في ناحيه استقرار شويه في ناحيه المدير الفني مع الترجي. انما ده كله يعني ايه ما اثرش على فريق النادي الاهلي، وقلنا ان هو ادى مباراه قويه. صحيح. المباراه بقى اللي جايه ان شاء الله يوم السبت مباراه صعبه جدا جدا، اصعب من اللي فات طبعا مليون في الميه لاسباب كتيره. اول حاجه فريق جاي يعني مش خسران حاجه طبعا جاي مغلوب 1-0 على ارضه، المفترض الطبيعي ان النادي الاهلي يكسب بقى يعني على الارض. فاعتقد ان الترجي هيلعب بكل قوته وهيهاجم وهيحاول كمان يعني يعوض الخساره لانه جرح قدام جمهوره وفي ملعبه صحيح. فمش يعني وبعدين السكور 1-0 ده حاجه قريبه، انت لا قدر الله غلطه في اول الماتش ولا حاجه تبقى رجعنا تاني للصفر صحيح. فالمباراه قويه جدا جدا. على العكس بقى النادي الاهلي
احساس برضو اللعيبه، انت عارف لما بتبقى كسبان بره ارضك وراجع، انت غصب عنك مهما قعدت اتكلم معاك واقول لك انسى الماتش اللي فات وانسى، انت احساسك ان انت ليدنج 1-0 هناك على ارض المنافس، يعني جون بجونين، فعندك اريحيه شويه. الصعوبه تكمن من هنا، ان انت اللعيبه لازم تنسى تماما اللي حصل وتبدا كانه لسه الشوط الاولاني، وتحط في دماغها المكسب. ما ينفعش في اي وقت من الاوقات تبقى انت مريح واقول لك ما انا لو تعادلت ابقى كذا، لا لازم اكسب. اللي بيلعب على التعادل بيخسر، فلازم العب كويس جدا جدا من هنا من اول دقيقه. انسى القصه، الكره علمتنا كتير قوي ان 1-0 ده يعني حاجه قريبه، انت ما بتتكلمش على 3-0 هناك صحيح. فجاي هنا مريح طبعا. لا طبعا. المباراه هناك يعني كانت برضو صعبه، يعني في بعض الناس تقول لك ايه اصل الترجي وحشين، لا النادي الاهلي كويس، النادي الاهلي فرض الشخصيه ووصل الترجي ان هو يبقى بالمستوى اللي احنا شفناه. ممكن الوضع يتغير هنا زي ما قلت لك، يبقى في اريحيه، لان اعتقد ان من الاسباب برضو اللي خلت الترجي بهذا الشكل الضغط العصبي على اللعيبه قبل بدايه المباراه. يعني هو ما اثرش على لعيبه النادي الاهلي، هو اثر على لعيبه الترجي. الضغط الجماهيري واللي حصل قبل الماتش خلاهم نازلين يعني قلقانين، وبيلعبوا برضو النادي الاهلي والتاريخ في صالح النادي الاهلي في المباراة. موسيماني، لان موسيماني واجه الفتره الاخيره بعض الانتقادات والاداء والقصه واثر، يعني هو مش مدرب قالوا مدرب محظوظ ومدرب كذا. المحطه دي بالتحديد محطة فارقة بالنسبة له، رجع الثقة الكبيرة في موسيماني من ناحية الجمهور، تأكيد على رأي مجلس إدارة النادي الأهلي قبل كده لما انتدب مدرب إفريقيا، ودي كانت سبق يعني النادي الأهلي عمله. يمكن كان في قبلها تجربة لإيمانويل في المقصة ما كملتش، كون النادي الأهلي يجيب مدرب إفريقي كان فيه انتقادات كثيرة في البداية، إنما ده كان قرار صائب بتأكده الوقت وبتأكده النتائج. إن شاء الله بإذن الله رب تكمل على خير بقى المباراة اللي جاية يا موسى، نأمل ذلك. ولو هنروح لمعين شعباني وفكرة هنا بقى، أو الفكر اللي حضرتك تعتقد هيكون مركز فيها، هل أكيد يعني أو تعتقد أنه هجوم من أول دقائق؟ هل هيبقى فيه تغيير في التشكيل بتاعه في اللعيبة؟ يعني خلينا نفهم أكتر، خصوصا أن فكرة كمان قفشة لما نزل في الشوط الثاني ربما ده أحدث لي نوع من الـ يعني عدم التركيز، أنه كان برضو مؤثر هو جدا. بصي يعني هو الله يكون في عونه. ليه؟ هو النادي الأهلي طبعا لعب بتشكيل وطريقة مختلفة فاجئ بيها، وغير كمان أثناء اللعب يعني فاجئ بيها طبعا معين. الطريقة اللي لعب بها موسيماني يعني فعلا توظيف الناس، يعني 4-3-3 بيوظف حمدي فتحي ان هو في الحالة الدفاعية بيبقى قلب الدفاع مع الاثنين المساكين، في الحالة الهجومية ايمن اشرف بمين ناحية شمال عشان يدي علي معلول أريحية، وطبعا علي معلول معذور اول مباراة ما كانش برضو ايه يعني كامل اللياقة البدنية. في ناحيه الهجوم كمان ادى واجبات لديانج ان هو يكمل امن قوي المباراه في البدايه عشان يمتص حماس الترجي. الشوط الثاني طبعا اتقلبت القصه خالص ونزول قفشه، رجع النادي الاهلي لطبيعته صانع الالعاب، ابتدى يلعب بجناحين. فهو الراجل دلوقتي مش عارف هل النادي الاهلي هيلعب بنفس اللعيبه ونفس الطريقه ولا هيرجع للطريقه الاساسيه. طب ما تخلينا نسال حضرتك السؤال ده بشكل مباشر وعلى ذكر يعني حمدي فتحي واكرم توفيق، هما الاثنين الحقيقه في مباراه الذهاب اثبتوا جداره طبعا كبيره جدا، وهما بيلعبوا في مراكز غير مراكزهم المعتاده اكيد. فهل بالمناسبه يعني هل تعتقد انه هيستمر الوضع على ما هو عليه ولا موسيماني هيرجع بيهم لاماكنهم انا بعتقد ان هو هيرجع لطريقه النادي الاهلي الاساسيه في وجود قفشه صانع العاب، لان طبعا وجود حمدي فتحي كان على حساب قفشه. يعني شال قفشه عشان راجع من اصابه ولعب حمدي فتحي. اعتقد ان هنا انت بتلعب برضه على ارضك وجمهورك وعايز يبقى في ناحيه هجوميه، لان الطريقه برضه اللي فاتت كانت مايله للتامين شويه الدفاعي ويملى نص الملعب، فكانت مأثره على الناحيه الهجوميه. هنا انت عايز تضغط من البدايه لانك انت احرزت ان شاء الله هدف في البدايه، قتلت المباراه.
هيبقى صعب او بتصعب على الترجي ان هو يرجع تاني. لازم من البدايه، لان انت لو ما جبتش جون في البدايه او اثناء الماتش في الشوط الاولاني، دي بتزود المعنويات عند الترجي ان هو لغايه اخر لحظه لو جاب هدف درو وتلعب بقى وقصص وندخل فيه مواضيع تانية. فانت لازم تبقى الناحيه الهجوميه عندك قويه، الناحيه الهجوميه بس ده هيبقى من الجانبين بتهيألي يا كابتن. طبعا الماتش اللي فات كان بيلعب ثلاثه قدام ماسكين التلت الاخير وبيعملوا يعني نواحي دفاعيه، بينزل طاهر لنص الملعب، بينزل الوينج الشمال نص الملعب بيملى طاهر محمد طاهر، والناس بتنزل في نص الملعب بتملى نص الملعب عشان الحته الدفاعيه. هنا اهم حاجه في الناحيه الهجوميه انك تلعبي من الاطراف، يبقى في تنويع من الاطراف ومن العمق. فاعتقد ان مثلا يعني هيبقى حسين الشحات هيبقى له دور كبير قوي في المباراه اللي جايه، لان هو طبعا عنده السرعات وعنده ان هو بيلعب على الخط، لان مش اي واحد برضه يلعب ناحيه الخطوط. انا بتهيالي ان هو هيرجع لطريقه النادي الاهلي الاساسيه 4-2-3-1 بالظبط كده، وهيبتدي يهاجم من البدايه مع طبعا مع التامين. ف يعني ان شاء الله باذن الله يحط برضه هو التشكيل المناسب والطريقه المناسبه اللي هو يقدر يتغلب برضه على الخصم هنا. وبعدين في صعوبه بالنسبه للنادي الاهلي برضه في حاجه، ان خلاص احنا اتفرجنا على اداء عالي قوي في المباراه اللي فاتت هناك، فاحنا منتظرين حد ادنى من الاداء يعني، او على الاقل حد ادنى من الاداء هنا على ارضك وفي وسط جمهور النادي الاهلي اللي اعتقد ان شاء الله هيبقى هيسمحوا الجمهور يعني. لسه يعني يعني من 10 ساعات تقريبا بالظبط كان الخبر ان الامن رفض، ولكن خلينا اكيد ننتظر يعني ربما ممكن برضو كابتن كوبي وتدخلات وكده، لان عشان نتمنى حقيقي. واحنا قادرين يعني، ما مصر قادره على انها حتى لو في جمهور يبقى فيه الاجراءات الاحترازيه ويبقى في تباعد يعني. هي الفكره بس حتى يعني اعمالا لمبدا المعامله بالمثل. انت لعبت مباراه الذهاب في ملعب الخصم بحضور جماهير واكبر من العدد كمان يعني. طبعا عموما احنا بس انا اسف للمقاطعه، بس احنا لازم نطلع فاصل حالا وهنرجع على طول نكمل كلامنا مع حضرتك. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد، عوده العشرة الصبح في الاهلي، وطبعا نستكمل بقى حوارنا مع كابتن حشيش نجم النادي الاهلي السابق، واللي الحقيقه يعني بنحاول نفصص معاه كل تفاصيل لقاء الاياب على قد ما ربنا يقدرنا. برده من ضمن الناس اللي عايزين نتكلم مع حضرتك عنها كهربا، فكره مشاركته في مباراه الاياب. وارد ان كهربا يكون موجود، بس يعني ما اعتقدش من بدايه المباراه، ممكن ياخد جزء من المباراه. كهربا طبعا لعيب عنده خبرات دلوقتي وعنده سرعات ممكن تفيد النادي الاهلي في وقت معين من المباراه، على حسب بقى طبعا تفكير المدرب، انما اعتقد انه هيكون له دور يعني. طب وبالنسبه مثلا اللعيبه اللي احنا مش هنقول احتياطي بس المتواجدين برده طبعا، ناصر ماهر وفي عندنا اسماء برده. بصي هو هيحاول يلاعب الناس سواء اللي هيبتدي بيهم او اللي موجودين بدلاء الناس القريبه من اللعب خلال الفتره اللي فاتت يعني، لان ده برضو مباراه زي ما بنقول صعبه جدا جدا، مش تقليل من الناس اللي هي بعيده. أيوة. بس عشان هم بعيد عن المباريات ومفيش فرص للتجارب في مباراه زي دي، احنا التجارب جايه كتير قوي، لان صحيح. احنا هنرجع على مؤجلات كتيره جدا في الدوري او كاس مصر، ففي فرصه احنا محتاجين يعني جيش تاني غير الجيش اللي موجود عشان يبقى صحيح. موجود في الملعب. احنا كمان بنشهد الحمد لله عوده للمصابين يعني، قفشه شاهدناه في الماتش اللي فات، وان شاء الله في الماتش الاياب يكون افضل. كمان محمد هاني النهارده كان معانا خبر ان هو الحمد لله تعافى، فيعني دي هو طبعا بالنسبه لفترات سابقه يعني طبعا عوده يعني اللعيبه المصابين، والحمد لله ما فيش اصابات كثيره، الاصابات كمان خفيفه يعني زي محمد هاني شاد الذهاب. هل بعد التعافي وبعد الرجوع حضرتك شايف ان هو رجع بكامل قوته وفعاليته، ولا شايف ان الموضوع هيرجع بالتدريج؟ طبعا الحمد لله هو شفاه اكتمل بدليل ان هو الراجل بدا بيه، بس طبعا اللياقه الفنيه بتاعه المباريات هو عشان بعيد عنها بقى له فتره طويله يعني، اللياقه البدنيه العاديه ممكن تبقى موجوده نتيجه ان هو بيتاهل صح، انما اللياقه الفنيه دي بتيجي بالاشتراك في المباريات طبعا. فهو طبعا علي معلول يعني ركن اساسي طبعًا من اركان النادي الاهلي، وله دور كبير جدا جدا يعني كل الناس عارفاه وبتلاحظه. طالما علي معلول موجود في الملعب يبقى الناحيه الشمال
في انطلاقات كتيره وفي مشاركه في الهجوم وفي صنع اهداف كتيره جدا، غير ان هو كمان هداف. فهو ان شاء الله باذن الله يعني انا اتوقع ان هو هيبقى له دور بارز قوي في مباراه العوده يعني. طيب بما ان احنا بقى بنتكلم عن اللعيبه فخلينا برضو نستمر في الموضوع ده او في هذا الحوار ونروح مثلا للهجوم. عندنا بنتكلم عن محمد الشريف، بنتكلم عن طاهر، بنتكلم عن صلاح محسن، يعني هم برضو ادوا المره اللي فاتت او الماتش بتاع الذهاب يعني ادوا فيه بشكل محترم جدا، حتى لو هنقول ان في كرات ضاعت ولكن كان في تناسق وتناغم حلو جدا في الملعب. خليني اعرف من وجهه نظر حضرتك كان كلام دفاعيا بقى للاهلي. طبعا يعني الثلاثه عفوا هجوميا انا اتلخبط هجوميا انا بعتذر الثلاثه اللي هم فراوده بتوع النادي الاهلي كان لهم دور كبير جدا جدا في المباراه الذهاب من ناحية الدفاعيه. زي ما بقول لك كان صلاح محسن وطاهر بينزلوا لنص الملعب بيقفلوا حته نص الملعب عشان يعملوا اول خط دفاع بالنسبه للنادي الاهلي، وكانوا حارسين طبعا لهم واجبات ان هم يوقفوا خطوره الاجناب بتاع الترجي اللي هي يعني الاجناب بتاع الترجي كان فيها سرعه كمان فيها سرعات، فكانوا الحقيقه لهم دور كبير قوي اثر يمكن شويه على الواجبات الهجوميه، وده طبيعي جدا في مثل هذه المباراه اللي هي خارج الارض. اعتقد ان المباراه ان شاء الله اللي جايه هيبقى في ادوار بقى يعني بالنسبه لهم اكثر شويه هجوميه، ممكن يبقى الواجبات الدفاعيه قصيره بس على لو هو هيلعب بالطريقه القديمه 4-2 دي هتبقى الاثنين الديفندرات هم اللي لهم الواجب الدفاعي، عشان زي ما قلت قبل كده ان انت نازله بهجوم على الترجي من البدايه وفرض شخصيه في الناحيه الهجوميه ومحاوله لاقتناس هدف من البدايه، ده هيبقى بمثابه يعني زي ما احنا بنقول خلاص يعني قتل الماتش يقتل الطموحات والامال، وتقدري بقى لان هي اي مدرب كبير بيقسم المباراه على اوقات معينه مراحل معينه، فاعتقد ان شاء الله باذن الله يكون السبق لنادي الاهلي وده هيفرق كتير قوي قوي معانا لو احنا احرزنا هدف في البدايه. جميل. احنا في اول حلقتنا النهارده كان عندنا سؤال وتوجهنا بيه لكل المشاهدين، سؤال السوشيال ميديا وتوقعات الجماهير لمباراه الاياب هتكون عامله ازاي. وطبعا كالعاده جات لنا يعني العشرات ان ما كانش المئات من شوف بقى الارقام الحلوه بقى. البدايه مع يسري عبده، يسري واضح ان هو شخص وقته ضيق جدا، خدتي بالك كده من اللي قال لك ان شاء الله الفوز الاهلي 3-1 وكمان فوز كايزر 2-1 وفوز الاهلي في النهائي 4-1 لاني مش هبقى فاضي لما تسالوا عن توقعات النهائي. ما تكلمش على البطوله دي، ما تكلمش على البطوله الجايه. وبعدين يعني قال لك على طول. ومحمود جابر بيقول يا صباح الاهلي، صباح قناه الاهلي، ان شاء الله 3-0 للنادي الاهلي وصباحكم جميل. هشام محمد 2-1 للاهلي. توب فان اشرقت انوار محمد، ماشي ان شاء الله المكسب 4-1 دي اشرقت. طب معقوله مش حلوين؟ اشمعنى 4-1 يعني اشمعنى 4-1 يا ريت. اسماعيل سيد دياب بيقول الاهلي هيكسب ان شاء الله 2-0 وصباح المانجا عليكم. حلوه صباح المانجا جدا جدا، ما عدت يعني ما حصل، ما كانش فيها نصيب الفتره اللي فاتت. شنوده صامد بيقول 3-1 للاهلي باذن الله. لا اذا الاربعه مكرره برده. كابتن حشيش احمد رضا 4-1 للاهلي والعشرة يا اهلي يا رب والله تبقى حاجه. طبعا فراج بس ملوش لازمه الواحد يا أربعة بقى هو بيقول عشان ياخد العين ياخد العين. فرج لملوم فوز الاهلي ان شاء الله 3-0. احمد محمود 3-0 للاهلي. وام محمد هاني بتقول فوز الاهلي ان شاء الله من غير ما تقول لنا نتيجه. محمد حسبه 2-0 للاهلي. عصام عبد الفتاح 3-1 للنادي الاهلي. محمود الصافي صباح العسل، كلمتك دي عليكم وعلى كل جماهير النادي الاهلي والعشره في الجزيره ان شاء الله، بس ما قلناش كام. محمود عوض صباح الخير ان شاء الله 2-0 للاهلي. عبده راضي 2-1 للاهلي، واللي هيحرز الاهداف كمان قال انه شريف وديانج كمان. عبد الله ابو محمود صباح الورد على قمر 14 قناه النادي الاهلي، اكيد يقصدني بالكلام ده أكيد بيتكلم عني. والجند البنك ربنا يخليك يا عبد الله، وبيقول ان شاء الله النتيجه هتكون 3-0 للنادي الاهلي. حسن عامر بيقول فوز الاهلي 2-0 ومحمد ابراهيم 3-1 للنادي الاهلي. علي فرغالي ان شاء الله الفوز الاهلي والتتويج باللقب. احمد الايه الحليسي الاهلي الاهلي 3-0 وهنا برضو حدد شريف هدفين صلاح محسن هدف. السيد احمد ان شاء الله الاهلي يكسب. ومعاذ الهارون يقول 2-1 للنادي الاهلي. احمد ياسر خلف 2-0 للنادي الاهلي. وحسام بكر 3-0 للنادي الاهلي ان شاء الله. هي ثلاثه اللي واخده وحتى في اللي جاي شعبان صابر 3-0 للاهلي. احمد اسامه 2-0. معلول والشحات
دي جديدة. وحسام صلاح 3-0 للأهلي برضه. محمود طالب بيقول 3-0 للنادي الأهلي. ومحمود علي 2-0 للأهلي. عبد الرحمن السيد 2-0 للأهلي. هنا في برضه حاجات كومن. وصالح الميزيني الأهلي برضه 2-0. وعادل المسلمي بيقول العشرة ممكن، وإن شاء الله 3-1 للنادي الأهلي، وشريف هيجيب هدفين، وطاهر هيجيب جول. وأحمد أحمد بيقول 3-0 للنادي الأهلي إن شاء الله. أحمد ماهر إن شاء الله الأهلي هيكسب ويوصل للنهائي ويجيب العشرة في الجزيرة يا أهلي. طيب بس ما قالش كام. إسلام سعدون 2-1. ما بنخرجش بره 2 و3. أربعة دي كانت. أحمد السيد فوز الأهلي 2-0 إن شاء الله. عبد الباسط برضه أستاذ حشيش بيقول 3-1 للأهلي. 3-1 أحمد عوض شريف وصلاح. أحمد عوض شريف إن شاء الله الأهلي يكسب، وكلنا ثقة في اللعيبة الرجالة، ويفرحونا ويفرحوا شعب الأهلي في جميع أنحاء العالم. مصراوي برضه يا كابتن حشيش 3-0، ومصطفى طه 2-0. وابو سيف محمد زكي بيقول صباح الخير عليكم، ان شاء الله فوز الاهلي 2-0، ويا رب يكون في اكتر من كده، بس مش مهم النتيجه، المهم الصعود للنهائي. بالمناسبه كابتن حشيش، يعني بمناسبه الكلام عن الصعود للنهائي، في راي حضرتك مين الاقرب يعني بعد ما ان شاء الله ربنا يكرمنا وباذن الرحمن نوصل للنهائي؟ الوداد ولا هل الوداد ولا كايزر تشيفز من وجهه نظرك، وتتمنى مين فيهم؟ بص يا كريم، يعني المباراه الاولانيه طبعا اللي كانت في المغرب دي مفاجاه. ان فرقه الوداد فرقه طبعا كبيره، وبرده لها تاريخ في كره القدم في البطولات وفي افريقيا، انها تتغلب على ارضها يعني دي صعبه شويه. اما شفنا المباراه برضو كان يعني هي الهجمه اللي راح بها كايزر تشيفز هي اللي جت جون. ف ممكن قوي يحصل ريمونتادا هناك والوداد يكسب، مع احترامي الكامل انه طبعا يعني فريق عربي وشقيق، انما النهائي لو هو كسب هيبقى على ارضه في المغرب، هيبقى طبعا عنده 50% من الافضليه على ارضه والجماهير. فانا عن نفسي طبعا اتمنى كايزر هو نلعب في النهائي معاه. المهم نوصل للنهائي بكل الاحوال طبعا ان شاء الله. بس برضه لازم انا يعني التفاؤل الجامد، مطلوب التفاؤل وكل حاجه، بس الافراط فيه يعني صعب شويه. لازم مباراه زي ما قلنا صعبه يا جماعه جدا جدا، ولازم يبقى لها تحضير لا يقل عن تحضير المباراه الاولانيه. كلام محترم جدا، وباذن الله خير. وبرده هرجع اقول بنتفائل بحضرتك إن شاء الله معانا يا رب. وباذن إن شاء الله يوم السبت يعني الاهلي يلعب مباراه حلوه ويشرفنا زي ما هو ده كل مره بيشرفنا، ونفوز باذن الله بسكور كمان حلو ان شاء الله. واداء طبعا ان شاء الله يوم الاحد نبتدي مع حضراتكم حلقتنا بالجمله الشهيره النهوان بصباح النصر، وان شاء الله باذن الله النصر يكون حليف النادي الاهلي. نورت الدنيا يا كابتن حسين. شكرا شكرا ليك يا فندم. هابي ويكند. هابي ويكند. نشوفكم على خير يوم الاحد ان شاء الله.